أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكون خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، هتواصل معانا على رقم 04-30-35-91، والرقم ده الواتساب الخاص بالقناة. ابعت لنا صور العربية أو بعض الفيديوهات الخاصة بالعربية وكمان مواصفات العربية، وإن شاء الله هنعرضها على القناة، وإن شاء الله ربنا ييسر لكم الحال والعربية يتم بيعها إن شاء الله من خلال. النهاردة إن شاء الله جبنا لحضراتكم عربية إيسوس دي ميكس موديل العربية 2020، العربية 2 كابينة. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية إيسوزو دي ميكس 2 كابينة موديل العربية 2020. العربية فابريكا برة وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها فتيس غاز مانيوال. العربية فيها موتور 3000 سي سي الأسمر تيربو واحد. العربية فيها تكييف، والعربية فيها باور. العربية فيها جنوتوس دور 17. العربية فيها كاوتش جديد لم يستعمل. العربية فيها شاشة ديجيتال وكاسة تاتش أصلي. العربية فيها كاميرا خلفية. العربية فيها إرباك وفيها كمان سنتر لوك كامل. العربية فيها نظام فرامل ABS دال الأمان على الطريق. العربية فيها فوانيس ليد أمامية وخلفية، إضاءة أضواء نهارية. العربية فيها مفتاح شفرة مضاد للسرقة. العربية مرور بسيون الغربية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2020. العربية زي ما قلت لحضراتكم 2 كابينة. سعر العربية 490,000 جنيه. سعر العربية 490,000 جنيه. لو حضرتك عايز تشتري العربية هيكون من خلال صاحب العربية اللي رقمه 010-20-12-25-81. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-20-12-25-81. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا بمواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.